لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. عاجل جدا، لن تصدق، العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف تتوقع وفاة الفنان صالح أكروت وتصدم الملايين. عادت سيدة التوقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف لصدارة محركات البحث بعد تداول توقعات صادمة لها عن الزعيم الجزائري صالح أكروت. كانت ليلى عبد اللطيف توقعت في وقت سابق وفاة الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، ولكن قابل الجمهور تلك التصريحات بالتعليق بكذب المنجمون ولو صدقوا. وتنبأت ليلى عبد اللطيف بوفاة بعض النجوم، حيث قالت خبيرة الأبراج: الموت يغيب ثلاثة وجوه فنية معروفة وبارزة، وواحدة منهم لها تاريخ كبير بالسينما والمسرح والتلفزيون. وقالت ليلى عبد اللطيف إن اسم صالح أكروت سيشغل وسائل الإعلام في 2023، واستكملت أنه سيموت في بداية الشهر بمرض السرطان. السؤال لك، هل تصدق هذه التوقعات؟ وهل أكروت سيموت فعلا؟ شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.